نبدأ إن شاء الله في ندوتنا أو محاضرتنا لهذا اليوم اللي راح تكون عن إتقان أساسيات منهج الـ EYFS. راح نحكي إن شاء الله في الأجزاء اللي راح نشتغل فيها في المنهج، راح نتناول عدة أقسام وعدة أجزاء راح نركز عليها خلال وجودنا اليوم في هذه الساعة. راح يكون عندنا القسم الأول، راح ناخذ فكرة عامة وراح نطلع بشكل أكبر عن الـ EYFS. ما هو الـ EYFS؟ ماذا نقصد بالـ EYFS؟ ما هو هذا المنهج؟ إيش الفرق بين الإطار التعليمي وفلسفة منهج الـ EYFS والإطار التشريعية الأخرى؟ راح نحكي كمان في شكل مختصر عن فكرة كيف ممكن أن نطبق أنشطة منهج الـ EYFS، وفي النهاية هاي المحاضرة رح يكون عندكم الاختبار القصير اللي رح تقدموه. هلأ في خلينا نحكي في جزئنا الأول، أو لما نيجي نحكي عن الـ EYFS خلينا نستكشف إيش معنى كلمة EYFS، أو خلينا نختصر الكلمة EYFS في الإنجليزية، إيش مختصرها وهي إيش الإشي اللي بتدل عليه في اللغة العربية. الـ EYFS هو إطار Early Years Foundation Stages، هاي الاختصار تبع الكلمة في اللغة أو الجملة في اللغة الإنجليزية، وهو يعتبر المنهج المرحلة التأسيسية في الطفولة المبكرة من المملكة المتحدة. هلا الـ Early Years Foundation Stages أو الاختصار تبعها الـ EYFS، أو نقدر نحكي عنه منهج المرحلة التأسيسية في الطفولة المبكرة، الهدف من وجودنا اليوم إنه إحنا نتعرف عليه أكثر، نعرف كيف تم وضع هذا الإطار، إيش فلسفة هذا الإطار، ما هي المجالات التعليمية اللي بيشملها إطار الـ EYFS، إيش المقصود أصلاً في كلمة إطار لما نيجي نحكي عن كلمة إطار أو Framework، ولمين هو موجه، إيش الفئة المستهدفة، مين اللي بيقدر يستفيد منه. هاي الأشياء الأساسية اللي رح ننطلق فيها اليوم في تعريفنا للـ EYFS. زي ما حكينا أول نقطة، سؤالنا هو لو وقفنا مع أنفسنا نسمع كلمة EYFS وحكينا هي اختصار للمنهج المرحلة التأسيسية للسنوات الأولى أو سنوات الطفولة المبكرة للأطفال، هذا يعني إنه إحنا هذا الإطار، كلمة إطار اللي هي framework في اللغة الإنجليزية تترجم كفكرة إطار. كلمة إطار هي ما بتعطينا مبدأ إنه تعالوا نعطيكم كتب تطبقوها مع الأطفال. المنهج بهذه الطريقة هو بغطي الأشياء الأساسية في مرحلة الطفولة المبكرة، من حيث إنه هو بركز على مبدأ تعلم الأطفال، بركز على مبدأ نمو الطفل، وأيضاً على كيفية الاهتمام ورعاية الأطفال في هذه المرحلة الأولى من حياتهم. الفريمورك أو منهج المرحلة التأسيسية هذا بغطي العمل مع الأطفال من عمر الولادة لحد عمر ال5 سنوات. في المنهج البريطاني، أو ممكن ناس كتير يسموه المنهج البريطاني، أو خلينا نحكي في المملكة المتحدة، بيشتغلوا عليه كإطار تشريعي بالعمل مع الأطفال من عمر الولادة لحد عمر 5 سنوات، وهو المتعارف عليه في جميع البلدان اللي بيطبقوا الـ EYFS. هلأ فكرة إنه هو إطار معناته إنه هو عم بيحط لنا معايير محددة للتعلم، بحط أهداف نمائية، توقعات نمائية للأطفال، علشان اللي بيشتغلوا مع الأطفال من معلمين، من ممارسين، من مقدمي رعاية، يقدروا يتبعوا تقدم الطفل وتطوره، يعرفوا هل هو استطاع إنه يحقق هاي المعايير النمائية ولا هو في تأخر عن تحقيق هذه المعايير النمائية، وكيف ممكن إنه يحط لهم الأنشطة والأهداف التعليمية في ضمن بيئة تكون هاي البيئة آمنة وسليمة، تمكن الطفل من إنه يتعلم ويلعب وينمو بشكل آمن ومستقر. هلأ هذا الإشي الأساسي لما نيجي نحكي عن الـ EYFS. طب لو فكرنا شوي أكثر، طب إيش الهدف الرئيسي من هذا المنهج؟ كل منهج أو كل منهجية في الطفولة المبكرة لابد إنه يكون في إلها هدف رئيسي بتسعى لتحقيقه في هذا المجال. زي ما حكينا هي مجموعة هاي الأطر والمعايير اللي تم وضعها في وضع الأهداف النمائية عشان يحققها للأطفال. إلا لما نيجي نحكي إنه الهدف الرئيسي هون، الهدف الرئيسي من تطبيق الـ EYFS أو إطار تعلم في المرحلة التأسيسية في الطفولة المبكرة
هو تمكين الأطفال. عملية التمكين إنك أنت تزود الأطفال بكل القدرات والإمكانيات اللي هي بتوصل معهم لأقصى طاقاتهم، بحيث إنه الطفل يستطيع إنه هو يتطور ويزدهر ويحقق التقدم المطلوب منه في السنوات الأولى من عمره. هلا الهدف منه كمان انه يزودك انت كمقدمه رعايه وممارسه في الطفوله المبكره، سواء انت معلمه او مساعده معلمه او صاحبه حضانه او صاحبه دار ضيافه، او انت عم تدخلي في عمليه تاسيس هذه المناهج وبتنسقي المنهج والخطط اللي بدك تقدميها للأطفال. يعني على اختلاف الدور اللي بتقومي فيه في داخل المركز التعليمي للأطفال، في داخل الحضانة، في داخل دار الضيافة، هذا الهدف منه المنهج عندنا هون إنه بيوفر لك إطار. هذا الإطار بيعطيكي قواعد هيكلية عامة واضحة، إيش الأشياء اللي ممكن أنت تعمليها مع الأطفال علشان تقدري تمكنيهم من المهارات المطلوبة منهم في المستقبل، اللي بتعدهم لفكرة إنه هم يقدروا إنهم يكونوا مؤهلين لدخول المراحل التعليمية الأولى، بنسميها الإعداد للمدرسة. فبالتالي في عملية الإطار اللي موجود عندنا بيساعدنا إنه إحنا كمان نعرف إيش نوعية التعلم والتعليم، العملية التعلم والتعليم اللي عم بنديرها في مكان العمل عندنا، اللي عم بنقدمها في داخل الغرفة الصفية للأطفال، ما هي النوعية، إيش المستوى من الجودة في التعليم اللي بنقدمه للأطفال، علشان نقدر نقيس جودة التعلم في داخل هاي الغرفة الصفية مع الأطفال، ونقدر نعرف إنه هل إحنا مكننا هدول الأطفال من الازدهار والتطور بهاي من خلال إطار الـ EYFS. من خلال الـ EYFS إحنا بنقدر إنه باستخدامنا لهاي الأدوات نقدر إنه إحنا نتبع هذا التقدم والتطور للطفل، ونقدر نقدم له الأفضل بحيث إنه هو يتعلم بشكل أفضل. فهاي الطريقة الأساسية من فكرة، الهدف الرئيسي من فكرة الـ EYFS. هلأ الهدف منه كمان إنه هي أدوات تم تصميمها بحيث إنه هي تدعم وتدمج جميع الأطفال في عملية التعلم. فهو كمان الفئة المستهدفة منه مش فقط الأطفال بشكل عام، إنه إحنا نقول والله إنه هو الأطفال الطبيعيين، هو بيدمج جميع الأطفال، بيتعامل مع جميع اهتمامات الأطفال، بيهتم بجميع احتياجات الأطفال. وهذا الإشي اللي بنقدر نحكي إنه بيخلي منهج الـ EYFS متفرد في نوعه، في نوع من التميز إنه هو بيتعامل مع اختلاف الاحتياجات تبعت الأطفال. لو جينا نفكر إنه طيب هذا هدف رئيسي، طب إيش المبادئ الثانية اللي بغطيها الـ EYFS؟ إيش الفلسفة اللي قائم عليها هذا المنهج؟ وإيش البيداغوجيا في عملية التعليم، أو خلينا نحكي استراتيجيات وخطوات التعليم والتعلم في الـ EYFS؟ فالـ EYFS قائم على مبادئ رئيسية. أي منهج، أي عملية تعليم لابد إنه يكون في إلها قيمها ومبادئها الرئيسية في العمل مع الطفل. هلأ هاي المبادئ الأساسية لابد إنه إحنا نوقف هيك وقفة ونفكر فيها بشكل مختلف اليوم. يمكن كتير منا بنطبق المنهج، بنشتغل على المنهج، أو بنطبق مناهج مختلفة وبنشتغل عليها، لكن والكلمات تتردد وبتصير مع العمل اليومي والروتين اليومي إشي طبيعي، بنبطل نلتفت للقيمة ما وراء هذه المبادئ. فالفكرة الأساسية اليوم إنه إحنا هيك شوي بدنا ندخل بعمق هاي المبادئ، بنشوف الصورة ما خلف هاي المبادئ، ليش في عندنا هاي المبادئ في الـ EYFS. عندنا المبدأ الأول اللي بيحكي في المنهج أو هذا الإطار، بتعامل بشكل رئيسي مع المبدأ اللي بيقول لك إنه الطفل فريد من نوعه. كل طفل مميز فريد من نوعه، معناه رح ندخل على المعاني والتفسير تبعتها في بتفسير، رح نيجي على نفسر هاي المبادئ بالتفصيل ونشوف كيف تطبيقاتها في البيئة وكيف تطبيقاتها في داخل الغرفة الصفية. المبدأ الثاني عندنا العلاقات الإيجابية. الطفل بيحتاج في داخل طالب التعلم لإيجاد أو بناء علاقة إيجابية مع مقدم الرعاية والممارسين اللي موجودين في المحيط فيه. المبدأ الثالث نشتغل على فكرة البيئة الممكنة للتعلم.
الهدف من وجود البيئة والإطار التعليمي إنه نمكن الطفل من التعلم واللعب وتعزيز التعلم والنمو عند الطفل. كل هدول طفل الفريد والعلاقات الإيجابية والبيئة الممكنة للتعلم بتودينا لفكرة التعلم والنمو، بركز على فكرة التعلم والنمو. هلأ هاي القيم الأساسية اللي بتشكل شخصية الإنسان، اللي بتشكل شخصية الطفل، اللي بتقدر تضمن لي هذا اللي هو ما وراء، خلينا لو نحكي عن الميتا كوجنيشن تبعت المبادئ الأساسية للإي واي اف اس، إحنا بنحكي عن الميتا لهاي المبادئ اللي هي القيم ما وراءها. لما إحنا نحكي عن فكرة البيئة الممكنة بدها تكون يعني والعلاقات إيجابية وطفل فريد من نوعه وتعلم ونمو، معناته إنه إحنا عم نشتغل على الطفل في بيئة محبة، فيها نوع من التعزيز، فيها نوع من الاهتمام بفردية الطفل. الناس الأطفال مش كلياتهم كوبي بيست، الأطفال مش نسخ متتالية، ما بقدر إني أشتغل مع الأطفال بشكل متكرر ولا أكون متوقفة عند فكرة إنه في نشاط أنا عملته في الحضانة قبل 5 سنوات أضلني أكرره مع الأطفال، على اختلاف إنه كل سنة في عندي أطفال جداد كل مرة أنا بكرر النشاط بنفس الطريقة. الأطفال مش نسخ مكررة، فبالتالي هم فريدين من نوعهم. فردية الطفل إشي مهم جدا كقيمة إنه إحنا ننشئها عند الطفل ونهتم فيها، ودائما بعد كل نشاط هون هاي الفكرة وين إحنا بنقدر نستخدم هاي القيم والمبادئ، إنه إحنا بعد كل نشاط بنشتغل فيه مع الطفل وبنشتغله وبنحضره للطفل، بنخططه للطفل في داخل الغرفة الصفية، لازم أنا أبحث عن القيمة، عن واحدة من هدول القيم. هل أنا كانت البيئة فعليا بتعزز المحبة عند الطفل؟ هل بتشجعه على فرديته؟ هل بتراعي تميزه وبتراعي احتياجاته؟ هل هي بتلبي اهتمامات الطفل؟ هل هي بتقدم نمو شمولي كلي؟ شايفين لما بنحكي التعلم والنمو اللي رح نفصل فيه إن شاء الله لقدام شوي. هلا التعلم والنمو تبع الطفل إشي جدا أساسي إنه إحنا نفكر فيه بطريقة تجربة شمولية كلية متكاملة، وما بنركز فيها على جزء واحد أو على جانب واحد من جوانب التعلم أو جوانب النمو. ما بنشتغل مع الطفل بشكل سطحي ظاهري، لابد إنه إحنا دائما نبحث عن ما وراء والأهداف من الأنشطة والأعمال والمهمات الصفية اللي بتقدمها للطفل. هاي المبادئ بدنا نراعيها في كل نشاط، في كل حركة، في كل تصرف وسلوك من المعلمة مع الأطفال في داخل الغرف الصفية. بدنا نفكر بفردية الطفل، كيف أبني هاي العلاقة أنا مع الطفل، كيف أخلي البيئة ممكنة وأقدر إني أنا أوزع النشاط على الأركان التعليمية، أوظف الأدوات والبيئة بحيث إنها هي تكون جزء من تعلم الطفل، يكون فاعل فيها، نشط فيها. هذا يؤدي في النهاية إني أنا أقدر إني أوصل للهدف أو المبدأ الأساسي عندي اللي هو الهوليستيك ديفلوبمنت أبروتش، إني أنا أحقق النمو الشمولي الكلي للطفل في جميع المجالات، النمو تبعته مما يحقق عندي في المستقبل إنه يكون الطفل إنسان سوي متكامل، عارف كيف يندمج في البيئة تبعته ويكون جزء من المجتمع والثقافة اللي هو موجود فيها. هاي المبادئ الأساسية بتخلينا نرجع نسأل السؤال عن فكرة إنه ليش الـ EYFS؟ يعني إحنا ليش اليوم طرحنا موضوع الـ EYFS؟ ليه لما نيجي نحكي عن الطفولة المبكرة ونحكي إنه كيف ممكن نختار منهج في مرحلة الطفولة المبكرة، أو أنا دوري كمعلمة مع أفضل الممارسات في الطفولة المبكرة، ليه دائماً تظهر عندنا الـ EYFS؟ أو نسأل السؤال بطريقة ثانية، فكرة عالمية الـ EYFS على اختلاف البلدان، على اختلاف الثقافات، على اختلاف اللغات، بنلاقي إنه إطار الطفولة المبكرة أو المرحلة التأسيسية في الطفولة المبكرة اللي هو الإطار البريطاني أو إطار التشريع الـ EYFS إله هاي الشهرة العالمية، إله هذا المعروف الألفة. يعني بتلاقي الناس إنه حتى لو كلمة ما قدروا يعرفوا شو هي الـ EYFS، سامعين في الطفولة المبكرة، سامعين بالـ EYFS أو سامعين في المنهج البريطاني كاختصاراً له. هلأ هاي فكرة
الشهرة العالمية أو المعرفة العالمية لهذا البرنامج أو لهذا المنهج، خلينا نحكي الإطار، تيجي من عدة ميزات موجودة في هذا المنهج. أول إشي إنه هو إطار، إطار عام، أعطانا توقعات نمائية. هاي التوقعات النمائية قادرين إنه إحنا نطبقها بما يتمركز حول الطفل. مش حكينا إنه الطفل فريد من نوعه، فطالما إنه الطفل فريد من نوعه فهذا الإطار وهذا التعلم في خلال الـ EYFS هو متمركز حول الطفل، حول تعلم الطفل. فالطفل هو الشخص النشط الفعال في عملية التعلم. هلأ الأطفال واحتياجاتهم وتوقعاتهم النمائية بقدر أحكي عنها هي كمان عالمية. فبالتالي طالما إنه هو متمركز حول احتياجات الطفل فهذا الإشي بيخلينا نستطيع إنه نعمل له الملائمة والموافقة، أو إنه يصير يتناسب مع الثقافة أو السياق اللي مطبق فيه. فالـ EYFS يطبق في أكثر من سياق، في أكثر من بيئة على اختلافها. حتى الاختلافات تبعها لما نيجي نحكي عن الـ EYFS في نفسها في بريطانيا، في المملكة المتحدة، في مناطقها الشاسعة، بتلاقي إنه الإطار التشريعي واحد، الممارسات اللي المفروض إنه إحنا نقدمها واحدة، هي عالمياً موجودة، وهي الأسس اللي محطوطة اللي بنطلق منها في العمل في الطفولة المبكرة، في الحضانات، في رياض الأطفال، في مراكز التربية أو مراكز الطفولة المبكرة. هلأ هاي الأطر، هاي الأشياء بتخلينا حسب سياق المنطقة والبيئة وثقافتها واختلاف السياق تبعها، الـ EYFS قابل على فكرة إنه ينعمل له adopting، ينعمل له adjustment، إنه بحيث إنه هو يتناسب ويتلائم مع البيئة والثقافة والمتطلبات، مع إمكانيات الأطفال. لأنه هو بيركز زي ما حكيت إنه إحنا ما بنعمل نسخ مكررة، وما في وصفة واحدة أو ريسبي واحدة إنه هي راح تقدم حول العالم لجميع الأطفال، بتخليه غير قابل للتطبيق. لكن المرونة الموجودة، وهي هاي الفكرة إنه من عالميته، إجت من مرونته، منهج مرن، فكرة مرونته قابل للتطويع، قابل للتغيير وفقا للثقافة، وقابل للتغيير وفقا مبادئه أساسية، 4 مبادئ ما بيختلف عليها أي ثقافة أو أي بيئة، قادرين إنه إحنا نطوعها وفقا لاحتياجات الأطفال واختلاف احتياجات الأطفال في المناطق اللي إحنا موجودين فيها. هذا الإشي اللي بيعطي شعبية، خلينا نحكي، لمنهجية أو إطار الـ EYFS في الطفولة المبكرة، وبيخليه كمان مرغوب من أولياء الأمور، ويكون مرغوب من قبل إنه الناس يتعلموا فيه ويكملوا أطفالهم من خلاله التعلم في المراحل الابتدائية. هلأ لما نيجي دايما نحكي عن الـ EYFS بنحكي عن كلمة إنه هو framework، إطار. هلأ برضه الـ EYFS يعتبر في بريطانيا إطار تشريعي للطفولة المبكرة. إيش يعني بنقصد بفكرة إنه يعتبر إطار تشريعي في الطفولة المبكرة؟ كلمة إطار تشريعي يعني هو لوائح من القوانين والتشريعات والممارسات الملزمة واللي بتتطلب من الممارسين ومقدمين الرعاية الامتثال لها أثناء العمل مع الأطفال. يعني خلينا نحكي هو قانون الطفولة المتبع في المملكة المتحدة. هلأ كونه إنه هو تشريعات، كونه إنه هو قوانين وقواعد، متطلبات ملزمة تتطلب من الممارسين الامتثال إلها، يعني هو إشي كامل متكامل، بدخل فيه السياسات، بتدخل فيه الإجراءات، بيهتم بنفس الطريقة زي ما بيهتم بفكرة تعلم ونمو الطفل، هو أيضا زي ما حكينا في البداية بيهتم بفكرة البيئة الآمنة وتقديم أفضل الرعاية للطفل. عملية البيئة الآمنة، السلامة والأمن والرعاية، هاي الأشياء بتخلي في عنا من ضمن الإطار في عنا السياسات والتشريعات والممارسات والإجراءات اللي لازم كل حضانة أو مركز تعليمي أو معلمة في داخل غرفتها الصفية إنها تمتثل لها وتتبعها، بحيث إنها هي تطبقها، فبالتالي نضمن تعليم ذا جودة للأطفال، نضمن بيئة آمنة للأطفال، ونضمن حماية الأطفال اللي موجودين في داخل هاي البيئات التعلم. هلأ هذا كإطار تشريعي نقدر نحكي إنه هو ملزم، وكلمة إنه هو قانون في بريطانيا.
لكن طيب بالنسبة لنا إحنا في الخارج، أو بالنسبة للناحية العالمية، الناس اللي بيطبقوا الـ EYFS في مختلف البلدان حسب برضو مختلف الأماكن اللي موجودين فيها، هلأ لما نيجي إحنا نطبق الـ EYFS هذا معناته إنه إحنا عم بنحاول، لأنه هي صارت عملية محوكمة لهاي التشريعات والقوانين والممارسات وصارت متطلبات مطلوبة، فهذا معناته إنه إحنا بنقدر ناخدها كأفضل الممارسات. عشان هيك إحنا بنسعى لتطبيق الـ EYFS، لأنه يعتبر من أفضل الممارسات في الطفولة المبكرة في إعطاء تعليم ذا جودة للأطفال، براعي احتياجات وقدرات الأطفال واختلاف الأشياء فيهم. هو كإطار تشريعي معناته هو بيضمن لي تطبيق معايير الجودة في التعليم اللي أنا بقدمه للأطفال الموجودين عندي في داخل الغرف الصفية. هلأ هذا الإطار ماذا يعلم؟ أو على ماذا يركز الإطار التعليمي؟ حكينا كإطار تشريعي موجود في سياسات الإجراءات وكيف أنه هو ملزم بالامتثال له. طيب من ناحية الإطار التعليمي، الإطار التعليمي على ماذا يقوم؟ في الإطار التعليمي في الـ EYFS هو بيقوم زي ما بيقوم على المبادئ الأربعة اللي ذكرناها، بيقوم على 7 مجالات للتعلم والنمو، بيركز على تعلم الطفل من خلال تزويده بمهارات بكفاءات في مجالات مختلفة من التعلم والنمو، ركز منها على 7 مجالات. هاي ال7 مجالات نقدر نحكي هي مجالات، منها النمو اللغوي، النمو الانفعالي والاجتماعي، الفهم العالم، التصميم والفنون والإبداع، بالإضافة لفكرة النمو الجسدي والرياضيات، وعندنا مهارات القراءة والكتابة. هذول ال7 مجالات برضو راح ناخذهم بالتفصيل وندخل فيهم بالتفصيل إن شاء الله في نهاية الجلسة تبعتنا. هلأ خصائص التعلم الفعال، أو خلينا نحكي إنه من ضمن الـ EYFS والإطار التعليمي تبع الـ EYFS، زي ما بيركز على هدول المجالات ال7، هو بيركز على عملية تعلم فعال، تعلم قائم على اللعب، يستند إلى آلية اللعب، هو التعلم من خلال اللعب، هاي التعلم اللي بيقوم فيه، تعلم نشط. في عندنا خصائص أساسية، هاي ال3 سمات أو الأبعاد الرئيسية أو الخصائص الرئيسية للـ EYFS إنه هو بيركز على عملية اللعب والاستكشاف. معنى إنه كون إنه الـ EYFS بيركز على عملية اللعب والاستكشاف، يعني أنا علشان أقدر أحكي إنه في عندي أنا في الغرفة الصفية أو هذه الحضانة أو هاي المدرسة أو هذه المعلمة تتبع إطار الـ EYFS، لابد إني أنا ألاحظ وأشاهد عملية اللعب والاستكشاف اللي بيقوم فيها الطفل في داخل الغرفة الصفية علشان يوصل للمعرفة. بيقوم على خصائص بعد آخر اللي هو التعلم النشط. معنى التعلم النشط هو متمركز حول الطفل، يعني عملية التعلم لا تتمحور حول المعلمة، الطفل متعلم بذاته، مستقل بذاته في التعلم، قادر إنه يتعلم من خلال مشاركته في اختلاف الأركان الموجودة في الغرفة الصفية، من خلال مشاركته في اختلاف الروتين اليومي. حتى الروتين اليومي وفكرة اليوم كيف بمشي في داخل الحضانة اللي بتطبق الـ EYFS أو في داخل الغرفة الصفية للـ EYFS، هذا الروتين بدعم هاي الخصائص، بحيث إنه يكون في وقت للطفل حر في اللعب والاستكشاف، في وقت للتعلم النشط المتمركز حول الطفل بحيث إنه هو بيختار الأنشطة الموجهة اللي بده يشارك فيها، بالإضافة في كل عملية التعلم الطفل عنده المجال والحرية لعملية الإبداع، التفكير النقدي من خلال توجيهنا للأسئلة، للحوار، للبناء اللغوي عند الطفل. هاي الخصائص بتخلينا نفكر في عملية التعلم إنه هي عملية نشطة فعالة، بيخرج منها بتخليني أشوف كيف الطفل بتفاعل في البيئة في المحيط، بتعلم من التجارب اللي بيقوم فيها، تعطي فرص توسيع لتعلم الطفل، بتعزز التعلم اللي موجود عنده الحالي، تعطي فرصة للتعلم اللاحق، بتوسع التعلم عنده. هلأ هذا الإشي بخليني أشوف الأنشطة، نركز نرجع نربطه بالغرفة الصفية فيك كمعلمة، أنشطة التعلم اللي بنقوم فيها وتطبيقنا للأنشطة في داخل الغرفة الصفية لازم يكون في عندها هاي الخصائص.
لو ما كانت يعني أي نشاط يستثنى، بقدر أحكي إنه مش أوقف، بس أي نشاط بيعتمد على فكرة ورق العمل اللي هي فقط الطفل بيقوم بعملية تلوين، هذه تخرج من عملية اللعب والاستكشاف والتعلم النشط والإبداع. إذا كان النشاط بيعتمد على فكرة مسك يد الطفل وإنجاز المهارة، برضه هون أنا ما أعطيت فرصة لا للإبداع ولا التعلم النشط، هو اعتمد على تمركزه حول المعلمة. إذا كان النشاط بيعتمد على فكرة الملاحظة السلبية، بحيث أن المعلمة تقوم بالتجربة وتقوم بالنشاط أمام الطفل والطفل فقط مشاهد سلبي للمعلمة، يعني هذا مش تعلم في الـ EYFS. عملية فقط أن إحنا يكون الأنشطة قائمة على مبدأ التريسنج، التخطيط أو التتبع الخطوط، النسخ، تقليد، هاي أشياء أساسية ممكن إنه إحنا هي ممكن تعلم، تعليم تقليدي بطرق مختلفة في أماكن مختلفة في لها سياق مختلف، لكن السياق الأساسي للـ EYFS والتعلم في الـ EYFS اللي هو إحنا بنحكي عنه، إنه إحنا نركز على هاي الأبعاد الثلاثة في كل نشاط بنقوم فيه مع الأطفال، نفكر هل إحنا حققنا عملية اللعب والاستكشاف؟ هل إحنا ركزنا على فكرة التعلم النشط ودور الطفل في هذا التعلم وفي دور الطفل في هذا النشاط؟ هل الطفل اختار هذا النشاط بذاته؟ هل استمتع فيه؟ هل هو توقف في هذا النشاط ولا استمر في هذا النشاط؟ عملية الاستماع القسري للأطفال، فكرة إنه نجبرهم يجلسوا ويقعدوا في الحلقة علشان يستمعوا للمعلمة، هذا كمان مش تعلم نشط. لابد إنه إحنا نفكر إمتى المكان، وحتى فكرة استماع الطفل لازم يكون استماع فعال، في حوار، في بناء لهذا الحوار معهم. هلا هذه الأشياء بتخليني أفكر، طيب هل في أطر تعليمية مشابهة للـ EYFS حول العالم؟ لا، هو فقط الـ EYFS. إيش البدائل للـ EYFS؟ هلا كأطر تعلم مشابهة للـ EYFS بنقدر نحكي إنه في عنا معايير التعلم المبكر في الولايات المتحدة، تعتبر أطر تعليمية برضه مشابهة للـ EYFS، اللي بتعطينا أطر في توقعات نمائية ومبادئ رئيسية في تطبيقها في داخل الغرف الصفية. أيضا في عنا الأطر التعليمية، في عنا إطار الطفولة أو التعلم المبكر في أستراليا، إطار شبيه في الـ EYFS بيختلف فيه مع المجالات النمائية اللي بحققها في مسميات المجالات النمائية، لكن كلياتهم بقدر أحكي سواء الـ EYFS ولا الإطار في الولايات المتحدة ولا إطار التعلم المبكر في أستراليا، الهدف الرئيسي فيهم المشترك، الكومن سنس تبع هدول المنهجيات أو الإطار كاملة، اللي هو الهدف الرئيسي التعلم النشط والقائم على المتمركز حول الطفل، اللي هو مرن بحيث إنه يتناسب ويتلائم مع جميع الأطفال مع احتياجاتهم وقدراتهم من خلال أنشطة اللعب الفعالة اللي بتبني عندهم القدرات اللغوية، البدنية، الجسدية، التفكير الناقد أو بيسموه التفكير المستدام، بحيث إنه الطفل بيصير تعلم طويل المدى عنده، التعلم لا ينتهي فقط بالمتعة الآلية أو بفكرة التعزيز الآلي. طب لو جينا سألنا أنفسنا، حلو، عندنا إطار كامل، من وين بقدر أنا أحصل على هذا الإطار؟ وكيف بقدر إني أنا أطبق هذا الإطار؟ الـ EYFS إطار موجود ومنتشر في كتير أماكن، كتير ممكن إنه أي حدا يحصل على المصادر والمواد تبعته. هلا الإشي اللي بنقدر نحكي عنه في إطار الـ EYFS، أنا دايماً بقدر أحكي أوصف المنهج بفكرة إنه هو السهل الممتنع. سهل زي ما شفنا، مبادئ رئيسية، أهداف، في عندنا ترتيب، في هيكلية، في أشياء واضحة. لكن من وين ممتنع؟ ممتنع بفكرة إنه إله كثير من الأدوات، في كتير أدوات، في إله كتير مصادر، في إله كتير نماذج وقوالب وفورمات وخطط بدها تتعبى وبدها نشتغل عليها، وفي عندك لكل مركز محتاج إنه هو يعمل يعدل هاي الخطط ويظبطها حسب احتياجات الأطفال عنده واحتياجات المركز تبعهم. هذا الإشي بيخلي فكرة إنه دائما نفكر إنه الـ EYFS نعم سهل، لكن كمان مش غلط إنه إحنا نبحث عن المصادر المنظمة والملائمة لاحتياجات المكان عندي واحتياجات معلماتي ومستوى التدريب تبع المعلمات عندي، علشان أنا أقدر أقدم المصادر والمناهج تبعت الـ EYFS بشكل تفاعلي وتحقق المطلوب منها في العمل.
هلا كتير مهم كمان نعطي فكرة ونوقف عليها، ورح نشوف كمان تطبيقاتها. الـ EYFS زي ما حكيت، مرونة الـ EYFS هي بتعطي هاي الميزة إنه إحنا قادرين إنه إحنا نطبقه بالثقافات المختلفة، براعي اختلاف الثقافات، الخلفيات الثقافية، البيئات التعليمية، اللغة. قادر إنك أنت تطبقيه في أكثر من لغة، فهو مش متمركز حول لغة واحدة أو بيركز فقط على نتاجات محددة في بيئات محددة. المواد، الأدوات، الريسورسز، أي شيء بدنا نستخدمه في تطبيق أنشطة الـ EYFS ممكن إنها تتلائم مع البيئات اللي إحنا موجودين فيها. بيحترم البيئات، بيحترم الأشخاص، بيركز على فكرة احترام الاختلاف والتنوع ما بين البيئات والناس والأشخاص القائمين على تطبيق هذا المنهج. هيك بنكون خلصنا الجزء الأول وحكينا بشكل عام عن ما هو الـ EYFS وإيش هو إطار الـ EYFS من ناحية إطار تشريعي، إطار تعليمي، المجالات اللي بغطيها، وركزنا شوي على المبادئ التعليمية. خلينا نفوت هلأ في الإطار التعليمي ونعطي شرح أوسع على المبادئ الرئيسية اللي قائم عليها الـ EYFS الأربعة اللي حكيناهم، ونحكي عن المجالات الرئيسية اللي بركز عليها في التعلم بالـ EYFS. هلأ كمجالات عندنا المبادئ الرئيسية، حكينا المبدأ الرئيسي الأول اللي هو الطفل فريد من نوعه. في هذا المبدأ الإشي الأساسي فيه إنك أنت كمعلمة، كمقدمة رعاية، بدك دايما تفكري وتعترفي وتعطي هاي خلينا نحكي إنه أنا بدي أكون متأكدة إنه كل طفل مختلف عن الآخر. هذا الاختلاف لا ينقص من قدر الطفل، ولكن بخليني أركز وين نقاط القوة عند الطفل والنقاط اللي محتاجة تحسين وتطوير عند الطفل. الطفل فريد من نوعه، بتخليني أفكر إيش بيحتاج هذا الطفل، بإيش بيهتم هذا الطفل. الطفل ما بتعلم كل الأطفال بنفس الطريقة، أساليب تعلم الطفل مختلفة، كل طفل له طريقة للتعلم، كل طفل له مفتاح إنه يتعلم من خلاله، كل طفل له اهتماماته وتفضيلاته. اختلافاتنا كأشخاص موجودين هاي كناحية نفسية في الإنسان مفطورين عليها، إنه كل إنسان له تفضيلاته واهتماماته. في طفل بحب إنه يلعب في الحيوانات مثلا، لو ركزنا هيك على غرفة صفية وفكرنا في مشاهدة المعلمة لهذه الطفلة وهي راقبتها ولاحظتها ولاحظت إنه هاي الطفلة بتحب تلعب في الحيوانات، هلأ هوني بيصير التعلم الفريد من نوعه إني أنا بدي أعمل موائمة في البيئة اللي أنا موجودة فيها هاي الطفلة، وأخلي مثلا الكتب اللي موجودة بين إيدين الطفلة بتحكي عن الحيوانات، أزيد عدد الحيوانات والست اب تبعت البيئة تبعت الأركان بحيث إنه تكون الحيوانات موجودة فالطفلة تقدر إنها تلعب فيها. هذا هون أنا بلبي احتياج الطفل واهتمامه إنه هي عندها فضول أكثر عن الحيوانات وحابة تلعب معهم وحابة إنه هي تتعرف أكثر على هذا المجال، فأنا بوفر لها الأدوات والمصادر اللي تساعد وتلبي احتياجاتها الأساسية. نقدر في هذا المكان هون أو في هاي النقطة إنه نحكي عن كتاب ممكن إنه يساعد بمعرفة كيف إنه إحنا نلبي اهتمامات الأطفال اليومية، كيف نجاوب عن استفساراتهم، اختلاف الهويات تبعت الطفل والأدوار وطريقة التعلم تبعتهم وأنماط التعلم المختلفة عند الطفل. تعطينا هذا الكتاب الموصفي، يعني هو خلينا نحكي Children Interesting Inquiry and Identity، موجود تقدروا أنكم تحصلوا عليه، رح يعطيكم فكرة كتير كبيرة عن فكرة الطرق التدريس اللي ممكن نتبعها في مرحلة الطفولة المبكرة مع الأطفال وفقاً لاهتمامات الأطفال، وفقاً للنقاط اللي بتثير الفضول. لما نحكي استفساراتهم الانكويريز عند الأطفال معناته هي النقاط اللي بتثير فضول الطفل، كيف أنا أخذ هاي النقاط اللي بتثير فضول الطفل وأوظفها في عملية التعلم وفي البيئة تبعته، فبهيك أنا بكون لبيت احتياجاته اللي هي واعترفت بفرديته وشجعت هاي الفردية، لأنه من خلال تشجيع هاي الفردية عند الطفل والفردانية إحنا بنشجع مواهب، بنشجع طاقات، بنخلي الطفل يوصل لأقصى إمكاناته زي ما حكينا، اللي هو الهدف الرئيسي في الـ EYFS، التمكين لأقصى الإمكانات وقدرة الطفل إنه يعطيه هاي القدرة. المبدأ الثاني برضه هو مبدأ متداخل في كل المبادئ،
ما بنقدر نعلم وما بنقدر نشتغل مع طفل غير ما يكون في علاقة آمنة والطفل قادر إنه يعمل الأتاتش اللي هي التعلق الطبيعي السليم اللي آمن مع المعلمة مع البيئة اللي بتعلم فيها عشان يشعر في الأمن، لأنه شعوره في الأمان رح يخليه يقدر ينطلق ويستكشف المحيط اللي فيه، حيصير في عنده قدرة إنه يتعلم أشياء جديدة ويوسع فرص التعلم تبعته لأنه هو يشعر بالأمان، يشعر بالثقة مع هذا مقدم الرعاية، مع الشخص الرئيسي الكي بيرسون اللي موجود اللي باني معاه علاقة، فبالتالي هو رح يساعدني رح يقدم لي الدعم، فبالتالي أنا بقدر إني أنا أختبر أشياء جديدة، بقدر أنا أطور مهاراتي لأنه في شخص بقدم لي الدعم، بقدم لي الاستقالات المطلوبة مني. هلأ من قبل فكرة العلاقات الإيجابية ومبدأ إنه إحنا نقدم هاي المساعدات والدعم للطفل، في عملية العلاقة الإيجابية مع الطفل كتير بتنبني عن طريق الحوار، عن طريق التفاعل، الاستماع الفعال للطفل، الحوار المتكامل. يعني لو إحنا ألقينا نظرة في المشهد اللي أمامنا، المعلمة بتجلس مع الأطفال مستمعة كلياً، الطفلة بتعبر عن نفسها بثقة، ما في عندها أي خوف، ما في عندها أي مهدد لفكرة إنه هي تكون في هاي البيئة تستعرض التعلم تبعها مع المعلمة القائمة فيها. ننتقل Heather. Okay, great. I think نشاهد مع بعض فقط هذا المقطع وركزنا فيه شوي كيف عملية الحوار مع الأطفال، التحدث، البناء، العلاقة كيف بتكون، فكرة القرب من احتياجاتهم، فكرة معرفة الطفل والحوار الدائم ونوعية الأسئلة اللي بنطرحها للطفل عشان إحنا كمان نركز على اللي حكينا فيه اللي هي من سمات وأبعاد المنهج اللي هو التفكير الناقد، كيف إحنا بنرتبها عند الطفل؟ معلش نرجع على المشهد، حضروا مع بعض في تكوين العلاقات الآمنة. Would you like to feed Sally this morning? Mark, what are these green things called? Pepper. Okay, great. I think conversational opportunities show up across the classroom all times of the day, from the moment children step over the threshold to the moment when I sing goodbye. Good for you. You remembered that like word. I don't like mushrooms. You don't like mushrooms either? Yeah. I like mushrooms. You do. Language is what's happening all the time in school. It's fun for a teacher to find ways to try to have that blossom between the kids. Do you notice anything different about the kinds of buttons that are out today on the table? These are blue, and what are the colors? Blue and pink and white. Meal times are one of the most popular times for conversation. No. Blake is wearing orange today, and Bobby's wearing red. Call them. Pink. It's a good time for discussion. Aiden, can I open this? Sure. Yeah. Hey, did you go? You're welcome. They are just little snippets that occur, and it's my responsibility to try to enhance them and try to encourage them throughout the day. You're borrowing? Yeah. As long as down my stomach. I just sort of listen in and try to keep it percolating a little bit. Well, tell them about your jet ski. And it's not in snow. Why? I know. Ask them. I think maybe David or Dylan or Michelle might have an idea for you. Go check. You know why it's called jet ski? Even if the part of the thing is called ski. Think of the sky ski. I'm going to read The Snowy Day. It's written and illustrated by Ezra Jack Keats. Clearly, when you read a story, you encourage language. I'll ask questions in the middle of the story to see if there's comprehension and try to get some conversation. Who can raise their hand and tell me something you wear to keep you cozy and warm on a snowy day? Lizzie. Snowy boots. Mm-hmm. Look, a monkey. Oh. Monkey's part of a nest. Children learn by doing. Two, three, four, five. Five bananas.
Now it's your turn. I want them to be excited about the curriculum so that they're actively engaged in it and they speak about it. And you just shake it and there it goes. One more banana, then I'm all done. Now one, two, three. نعم، هلأ هذا الإشي اللي شفناه أو المقطع اللي شفناه أمامنا، من خلال هذا المقطع بنقدر إنه إحنا نشوف كيف العلاقة ما بين المعلمة أو مقدم الرعاية مع الطفل خلال اليوم كامل، كيف إحنا بنقدر نبني اللغة عند الأطفال، كيف بنعزز دور المعلمة. قالت لك فكرة التعزيز، التشجيع، إنك تكوني موجودة معاهم تستمعي. الأطفال عم بيعبروا عن التجارب تبعتهم، نقلوا التجارب تبعتهم، بتعلموا وهم بيشتغلوا بين أنفسهم بين بالألعاب بالأركان. فالأطفال حتى في وقت الوجبة إحنا عم نبني معهم، المعلمة جالسة، مقدمة الرعاية جالسة بتحكي معهم. في البداية حكوا عن تفضيلاتهم، حكوا عن اللون، كل واحد عبر عن الحلقة كان له جزء نشط فعال فيها. هذا اللي بيبني العلاقة الإيجابية والثقة، إني أنا بقدر إني أنا أتحاور معك وأبني نوعية الأسئلة اللي بحكي فيها مع الطفل. المبدأ الأساسي الثالث اللي هو في الإيواء أساس البيئات الممكنة. البيئات الممكنة، من كلمة ممكنة، هي ممكنة من اللعب والتعلم، يعني هي بتمكن الطفل من عملية الاستكشاف والتعلم، فهي بتتيح للطفل الوصول للمصادر والأدوات والأركان التعليمية على مدى وجوده في خلال اليوم في الحضانة في الغرفة الصفية. الأدوات لا تقدم فقط وقت النشاط حسب رأي المعلمة، لكن هي بتجهز الأدوات وتعمل البيئة كاملة بحيث إنها هي تتناسب مع تعلم الطفل، بتعد الأركان التعليمية في نماذج لتخطيط الأركان التعليمية وتوظيفها حسب الموضوع الشهري والأسبوعي اللي إحنا بنشتغل فيه مع الطفل، بحيث إنه إحنا تكون هي بيئة جاذبة له، إنه في إشي عم بيثير التعلم عنده، بيثير الأدرينالين، الدوبامين، أنا بحتاج إني أتعلم إشي جديد، في إشي عم يخليني فضولي إني أنا بدي أعرف كيف، ليش هذا الإشي موجود هون، في قصة جديدة، في كتاب جديد موجود بحكي عن موضوع مختلف. فالبيئة آمنة بنفس الوقت جذابة، بتمكن الطفل من التعلم باستقلالية، أن يتعلم بذاته، يستكشف، ويقدر إنه هو من خلال اللعب يقدر إنه يوصل لأقصى إمكاناته وقدراته في المكان. توزيع الغرفة الصفية وترتيب البيئات لازم نفكر دائما فيها. مثلا في عندك البيئة اللي هو القراءة، بيئة هادية اللي هي ركن القراءة، والكوزي أريا، بيئة مكان هادئ هاي بقدر الطفل يجلس فيه يقرأ، يطلع على الكتب، يتفرج على الصور اللي موجودة في هاي الكتب، يقعد في هدوء يسترخي وينجز المادة تبعته. أيضا لازم نفكر كمان بفكرة إنه في عنا بالمقابل في عنا الركن الفني والركن الأشغال اليدوية اللي راح يشتغل فيها الطفل ويوسع مهاراته التعبيرية بالتعبير والتصميم والفن والإبداع. بعدين لازم نفكر كمان بفكرة المنطقة الحسية اللي هي بتركز على حواس الطفل، بتعطيه تجارب حسية مختلفة وتنقله من تجربة لتجربة بحيث إنه هو توصله معلومات أكثر. فالبيئة يعني كل ما وزعنا البيئة، صممنا البيئة بوجود أكثر من ركن تعليمي ووظفناها كلياتها بحيث الطفل قادر إنه يتنقل ما بين هاي الأركان، قادر إنه يتعلم من خلال كل ركن، وإنتي كمعلمة عم بتلفي معاهم، عم بتكوني موجودة معاهم عشان تشجعيهم، عشان تدعميهم، عشان تعمل الحوارات معاهم. بهاي الطريقة بقدر أحكي إنه هذا صف EYFS وإنه في عملية تعلم قائمة، الطفل قادر إنه يوصل لجميع المصادر. هذا إشي كتير أساسي. الرفوف والأركان وتوزيع الأركان، الطاولات اللي بيجلس عليها الطفل عشان ينجز الأنشطة، مكان السيركل تايم تبعه، كلياتها موزعة بحيث إنه الطفل بيقدر ينتقل من ركن لركن، يقعد يستقر في الركن، يبني، ينجز، ويقدر إنه هو يعرف في كل ركن قديش عدد الأطفال الموجودة، ويقدر إنه هو ينجز المهمة المطلوبة منه فيه. بقدر أحكي هيك إنه أنا عندي بيئة ممكنة. هلأ وجود هاي المبادئ الرئيسية بتخليني أوصل للمبدأ الرئيسي أو الأساسي الرابع اللي هو التعلم والنمو. التعلم والنمو بأكد على فكرة الأطفال، كل طفل بتعلم بطريقته، كل طفل مستوى التعلم تبعه أو معدل النمو تبعه مختلف عن الطفل الآخر. هذا
إشي بيخلينا نركز على مبدأ إنه في عنا معايير التعلم والنتاجات التعليمية هي تختلف حسب المرحلة العمرية، ولابد إنه إحنا نعرف وين الطفل في كل مجال من المجالات بكل مرحلة عمرية إيش اللي تستطيع إنه يعمله، وأخطط الأنشطة وفقاً لإحتياجاته ولقدراته، وأشتغل معاه على بين ما هو يوصل لهاي المعايير النمائية اللي تم وضعها في هذا الإطار علشان تحقق التعلم للطفل وتخليه يقدر يستعد للمدرسة للمرحلة اللي وراها. إيه لو فكرنا شوية الصورة اللي أمامنا أكيد فيها كلمات كتير منتشرة، لكن هون نقدر إحنا هيك نركز بعد ما حكينا عن هاي المبادئ الأربعة، خلينا نشوف دور المعلمة ودور الطفل في صفوف الـ EYFS، بيئة التعلم المعتمدة على المنهج المرحلة التأسيسية. إيش الطفل بيقدر يعمل وإيش المعلمة بتقدر تعمل؟ شوفوا المنطقة في الوسط هي المنطقة اللي بتعطيني الأشياء اللي التنين بيقدر بتقاطع تتقاطع فيها المعلمة مع الطفل والطفل مع المعلمة. هلأ الطفل بيقدر إنه هو يعرض، بيقدر إنه يعرف الأسباب، بيقدر إنه يفكر، بيقدر إنه هو يرسم ويأشر، بيقدر إنه يبني الأشياء، بيقدر إنه يكتشف، بيقدر يعمل مقارنة، تقول فيهم هدول كلياتهم مهمات الطفل. في المعلمة وظيفتها إنه هي تعمل دوكيومنت، إنها هي توثق، وظيفتها إنه هي تعمل توسيع لفرص التحديات المقدمة للطفل، فبالتالي توزع عملية التفكير. هو بفكر، هي عملية التفكير بدها توسع له إياها. هلأ الطفل إنه هو بيعمل الدرو والبينت والبيلد والإكسبلور، المعلمة هي بتساعده إنه يبني السلف ريجوليشن اللي هو بنحكي عنه التنظيم الذاتي. هلأ عندك التقاطع بين هدول التنين، بتيجي بفكرة إنه كمان الطفل هو بلاحظ التعلم وبلاحظ البيئة اللي موجودة، والمعلمة كمان بتعمل عملية الملاحظة للطفل. الطفل بقيم أداءه على فكرة وبيعطي فيدباك عن الأداء تبعه، لكن برضو المعلمة برضو بتعمل تقييم للطفل. الطفل بيسمع والمعلمة بتسمع، المعلمة الطفل بفكر بصوت عالي بكتب، ممكن إنه يكتب. المعلمة ممكن إنها هي تشارك الأفكار حول التعلم واللعب مع الأطفال. الطفل بيستكشف وبيستفسر وبيبحث، المعلمة بتقدر إنه هي تخطط وتجهز له التعلم وفقاً لاستفساراته وتخطيطه. ففي أشياء متقاطعة. كتير حلو إنه إحنا نعطي هيك نظرة متعمقة لدور كل واحد وإيش الأشياء اللي بدنا نعملها، بالتالي بتخلي الغرفة الصفية جوها جداً مختلف والأداء والنتاجات عند الطفل جداً مختلفة. ندخل شوي على المجالات التعلم والنمو تبعت الـ EYFS، السبع مجالات اللي بركز عليها. هلأ لإثارة فضول الطفل وتلبية احتياجات الطفل في التعلم وتنمية مهارات الطفل بركز الـ EYFS على مجالات سبعة. اللغة والتواصل هو مجال بيعطي الفرصة للطفل بفكرة تطوير. شفتوا كيف بالفيديو كيف اللغة هي إشي أساسي طول اليوم مع المعلمة مع الطفل، بتكرر وتعمل المناقشة والحوار والتواصل الفعال والاستماع، لأنه هي البيئة اللغوية الغنية بتنمي مهارة الطفل وثقته بنفسه، وبصير عنده القدرة إنه يعبر عن نفسه، بيقدر يكتسب مهارة التحدث والاستماع، بيقدر إنه هو يوظف هاي المهارات من التحدث والاستماع في مواقف مختلفة ويطبقها في مواقف مختلفة. النمو الجسدي بيركز على مبدأ اللي هو التناسق أو التآزر الحركي البصري، بيبني المهارات العضلات الدقيقة عند الطفل الفاين موتورز، بالإضافة إنه هو مش فقط إنه الجروس موتورز العضلات الكبيرة بحيث إنه الطفل بركض بلعب بتسلق، لكن أيضا في النمو الجسدي هو إشي كتير أساسي إنه إحنا كمان نركز مع الطفل على الاختيارات الصحية في الحياة، سواء اختيارات الرياضة أو الطعام، اختيارات النمط الحياة اللي بده يعيشها. لازم نقدر نعرض لهم هاي الخيارات الصحية أمامهم ويقدروا يبنوا هاي الخيارات بأنفسهم. نيجي للنمو الانفعالي والاجتماعي والشخصي، أو النمو الشخصي والاجتماعي والعاطفي عند الطفل، اللي هو بسعى فيه بشكل أساسي نبني فيه مهارات التعبير عن الذات، الوعي بالذات، ثقة الطفل بنفسه، الاستقلالية، يعبر عن مشاعره، يقدر إنه يعبر عن مشاعره ويعبر عن ذاته باختلاف
الأدوات، سواء كانت باستخدام التواصل المنطوق الملفوظ المكتوب، بالإيحاءات بالتعبير، قادر إنه هو يوصل الشعور والانفعال، ويقدر إنه يبني علاقة برضه مع الآخرين على أساسها. نيجي لمهارات القراءة والكتابة التأسيسية أو التعريفية، أو بالإنجليش بنسميه الليترسي، اللي هو بده يتعرف فيه الطفل على الحروف وأصواتها، يقدر يستخدم هاي الحروف وأصواتها ويبني منها الكلمات الأولى، ويقدر يعرف مين الكلمة وإيش مصدرها وكيف الكلمة بتبدأ بأي حرف. مهارات القراءة والكتابة التأسيسية بتخلي الطفل يستعد للمدرسة، وهي بتعطيه كمان ثقة بنفسه، بتعزز النمو اللغوي عنده، فهي أصلاً نتاج كمان للنمو اللغوي. أيضا الرياضيات والعلوم، الرياضيات بتعرف فيها الطفل على العد، مكونات العدد، الأنماط، التسلسل، الأشكال، المساحات، كيف يستخدم الأرقام في الحياة اليومية، يقدر يعرف المفاهيم الرياضية من فكرة طويل قصير، الأعداد ومكوناتها. نيجي للرقم 6 أو المجال السادس اللي بيركز عليه الـ EYFS، اللي هو فهم العالم. فهم العالم بيساعد الطفل إنه يستكشف العالم من حوله، يتعرف على الأدوار، الأشخاص، الاختلافات الموجودة في العالم من حوله، يقدر ويحترم الأشياء اللي موجودة من حوله، يتعرف على طبيعتها، وظائف الأشياء وكيف بتشتغل. نيجي للمجال السادس اللي هو السابع، اللي هو التعبير بالفن والتصميم والإبداع. فضول الطفل ولعبهم الاثنين إشي فطريين متأصلين في عملية التعلم. عشان الطفل يتعلم هو بحاجة إنه يعبر عن نفسه، بحاجة إنه يأخذ فرصة إنه يبدع فيها، يعبر عن انفعالاته ومشاعره ونفسه باللغة بأكثر من فقط الكلمات أو استخدام وسيلة واحدة. في أكثر من 100 لغة للتعبير، فبالتالي الطفل بيستطيع إنه يستخدمها، بيستطيع إنه يوظفها من خلال إبداعه وابتكاره وتصميمه. إن نعطيه المهارات اللي بيقدر يعيش فيها في مستقبل من خلال إنه هو يقدر يصمم أفكاره، ونعطيه إحنا الأفكار ونوسع له الأفكار، هو بيقدر يبنيها بتصوره ويستخدم خياله اللي بيستخدمه في اللعب ليوصل للإنجاز النهائي للأشياء اللي بيصممها. خلينا بس We are all alike because we are all people. Diversity is celebrating differences between ourselves. Difference in ability, difference in culture, languages. And we use that book as the jumping off point for discussion. Who here is a girl? Me. Not me. And who here is a boy? Me. So some of us are girls and some of us are boys. Each page showed a way that the children were similar to each other. And then it went on to notice the differences. So we all started to talk about the differences in our color, our skin, our hair, our eyes. And we talk about that and we celebrate that. What color is your hair? Black. Yeah. Some people's are brown. Hey, mine's are black. Vivian, did you do any cut pictures? Yes, I did. Come on up. Different languages is one way that you can express diversity. You want to encourage the children use that language that they know. The children that are dual language learners, I asked them, how do you say the pictures that they brought in, not just in English, but in their second language? Any of those words, do you know in your Russian language? How do you say eyes is glaza. Glaza? Yeah. Almost like saying glasses. Hair is volse. Say that louder. Volse. Volse? And I don't know anymore. That's amazing. One of the things that I do to foster diversity is to trace the children's bodies. I'll take a photo and make a photocopy of it and put them all around the classroom. They look at it and they feel good about themselves to see themselves up there. And it's also a way to measure each other, who's shorter, who's taller, so they can compare and contrast. And it's also a good way for them to see, this is our class. This is us. We belong here. I'm going to have you look in the mirror and see what you see. I want you to look very closely. Check out your eyes and see if they're brown or black or green. One of the ways that I help children recognize their sameness and differences is to have them look in the mirror and draw what they see. What kind of eyebrows do you have? What color eyes do you have? And what else you have? What else you see on your face? Yeah.
Your mouth. Can you draw your mouth? We all have hair, we all have eyes, and we all have mouths. So the features are the same. So I'll tell them, my eyes are green, your eyes are brown, but we both have eyes. Your hair is short and my hair is longer. So I'll point out the differences, or I'll ask them to point out the differences. Is Cheyenne's hair the same as your hair? Oh. We both have the same hair. Beautiful. هلا هذا المشهد أو المقطع اللي شفناه بيعطينا فكرة تفصيلية كيف بنقدر نوظف مجالات النمو السبعة في اختلاف الأنشطة اللي بنقوم فيها مع الطفل خلال اليوم. وكان المجال الرئيسي اللي عم تشتغل عليه المعلمة مع الأطفال اللي هو فكرة التنوع والاختلاف وكيف الطفل يقدر التنوع والاختلاف. هذا جزء من فهم العالم، إنه الطفل يتعرف على عالم من حوله على الاختلافات. وظفت فيه اللغة، الحكي، قدرت ثقافاتهم المختلفة، لغتهم المختلفة خلتهم يحاولوا يحكوا فيها، استخدموا الارت والديزاين، الفن والإبداع، التصميم، كان في عندهم أنشطة لغوية، فكرة المقارنة والمخالفة والاشتباه والعيون ولونها، هاي كلياتها والشعر كلياتها عم تعطي فكرة رياضيات. فإحنا جميع المجالات، هذا النمو الشمولي الكلي اللي بنقدر نحكي عنه بفكرة مفهوم واحد. هون هي كانت عم بتعزز مفهوم التنوع والاختلاف عند الطفل وكيف هو يحتفل في هذا الاختلافات ويتعرف عليها من ضمن مجال فهم العالم علشان يتعرف عليه. فهاي الأشياء الأساسية اللي بنحكي فيها في منهج الـ EYFS واللي بنقدر نطبقها بحيث إنه إحنا نوصل في النهاية لتعلم شمولي كلي نقدر نطبق يوم كامل في حياة الطفل من بدايته لنهايته. ندعم فيه اللغة عند الطفل وندعم مجالات النمو المختلفة من خلال اللعب والاكتشاف، من خلال التجارب وفكرة أن نكون واعيين إيش دورنا وإيش دور الطفل في هذه الأنشطة بحيث أنه يكون دائما تعلمنا متمركز حول الطفل. هيك بننهي المحاضرة تبعتنا وبنحكي أنه الخطوة التالية لكم أنه في عنا تقديم الاختبار القصير.